رزقي ومالك رزقي وخالقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، وسوف نرى الآن شيء لا يصدق عن حيوان اسمه القندس، يقوم بأعمال بأعلى درجة من الذكاء والخبرة. فالقندس معماري بارع، بل يرقى إلى مستوى أكبر المهندسين. هذا القندس يبني بيته في ماء راكد، في ماء راكد ساكن. فإن وجد ماء جاري كهذا الماء الذي يجري أمامنا، لا بد من أن ينشئ سداً يجعله بحيرة تمهيداً لبناء بيت في هذا الماء. الآية الدقيقة قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هداه إلى مصالحه، هداه إلى حاجاته. هذا القندس يقطع الشجر ليجعل منه سداً يحول الجدول من الماء إلى بركة هادئة ساكنة. وقد زوده الله، وقبل أن يقطع الأشجار يتغذى على أوراق الأشجار كما نرى في هذا الفيلم. بعدئذ يتجه إلى جذوع الأشجار ويقضمها بأسنان صممت خصيصا كي تقضم الأشجار كما نرى تماما. عم يقضم اللحاء. نعم. وأسنان القندس تنمو باستمرار، تنمو باستمرار، لأن أكثر شيء يستهلكه أسنانه. نعم. لكن الشيء الذي لا يصدق أنه أثناء قضم هذه الأشجار يجعل بطريقة معقدة جداً تنحدر نحو الماء، باتجاه الماء، كما يعني انحدرت الشجرة، تهوي الشجرة باتجاه الماء. لا باتجاه الآخر طبعاً، لأنه لا يستطيع أن يجرها طبعاً. لا هو يجرها، لكن هو يوفر الوقت والجهد. الآن انحدرت نحو الماء. القندس يسبح في الماء سباحة راقية جداً، عنده قوائم ليس فيها فرق بين أصابعه كالبطة تماماً. وعنده مجداف في ذيله، مجداف كبير جداً. هو الآن يأخذ هذه الشجرة، أولاً يأخذ منها أغصانها وينقلها إلى مكان السد، ثم يأخذ جذع الشجرة ويضعه هنا. شيء الذي نراه يفوق حد الخيال. حيوان ليس عنده عقل، ولكن الله فطره هكذا. الآن يضع هذه الجذوع في أماكنها ويتابع العمل. أستاذ علاء، القندس مع زوجته يقطعان في العام 400 شجرة في العام الواحد، في العام الواحد، من أجل تشكيل سدود تحول الجداول إلى برك ساكنة تمهيدا لإنشاء البيت. طبعا هذه الشجرة بعيدة عن الماء، مالت إلى الأرض. الآن يقطع أغصانها ويأخذ هذه الأغصان لتعينه على تشكيل السد. ثم يسحب جذعها هو وزوجته فقط. بعد قليل نرى هذا الجدول أصبح بركة ماء ساكنة. أما الشيء الذي يلفت النظر أن أسنان القندس تنمو باستمرار. يعني أنا لي ملاحظة، أحياناً حيوان يفوق ببعض خصائصه الإنسان. نعم. فالصقر يرى 8 أمثال الإنسان. نعم. والكلب يشم مليون ضعف عن شم الإنسان. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ثم هذا. الحقيقة يعني خصائص المخلوقات شيء مدهش. الله عز وجل خلق المخلوقات وأعطاها خصائص، إلا أن الإنسان مكلف، والتكليف أرقى هذه الخصائص. صحيح. مكلف أن يعرفه وأن يعرف منهجه وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه في الدنيا والآخرة. الحيوان له عالم آخر، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإذا سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. دون الحيوان. نعم. شيء آخر، تسبح هذه القنادس في الماء سباحة بدقة بالغة وتعيش في البر. لكن الشيء الغريب أن بيتها
يجب أن يبنى في الماء الراكد وهو فوق الماء، مدخله الوحيد من الماء، وكأنها في حصن حصين، مدخل البيت من الماء، من الماء، من الماء، أما هو فوق الماء. بعد قليل نرى هذا البيت. شيء آخر، بعد نشاط يدوم أشهرا، هذا السد قد يكلف القندس عدة شهور لبنائه، أنه يأتي بجذوع الأشجار مع أغصان الأشجار ويضعها فوق بعضها منسقا، ومن حين لآخر يصحح بعض ما فعله في الحين الماضي حتى يكون السد منيعا ومحكما. نعم، وهو يفعل هذا بتصوير طبيعي. نعم. صحيح، يعني ويعرف أن ضغط الماء في الأسفل يكون أكثر من ضغط الماء في الأعلى، ولذلك الكمية الأكبر في الأسفل، تكون الكمية والسماكات في الأسفل أكبر. نعم. لكن شيء آخر، يعني تعلم الإنسان بناء السدود من القندس لعل ذلك. أما الآن سنرى سدا صنعه الإنسان متوافق تماما مع السد الذي صنعه القندس. الإنسان يحمل دكتوراه بالهندسة وعنده علم ميكانيك التربة، وفي عنده خصائص التربة والمياه وضغوط المياه. نظرة إلى هذا السد الذي صنعه القندس يطابق تماما السد الذي صنعه الإنسان. إذن الآية مرة ثانية، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هذه القنادس ملهمة منذ ولادتها على أن تبني هذه السدود، مجهزة بأسنان تنمو باستمرار. هذا شيء ليس سهلا، أن تنمو الأسنان باستمرار. أستاذ علاء، هناك مخلوقات لو قطعت يدها تنمو لها يد أخرى، وهذا فوق طاقة البشر. صحيح. نعم، هناك بعض الديدان لو قطعتها نصفين ينمو نصفها الأول الذي فيه الرأس ذنبا، وينمو الذنب الذي بغير الرأس رأسا. صح. نعم، إذن هذا يبين قدرة الله عز وجل. هذا بيت القندس، البيت فوق الماء، لكن مدخله من تحت من الماء، تحت الماء، ليكون في حماية، يعني الفوهة من تحت من الماء، من تحت الماء. وعنده بالبيت عدة غرف وحاجاته مؤمنة، ويعيش حياة هادئة وديعة ساكنة مع أهله. لذلك مرة سأل ملك وزيره من الملك؟ قال أنت. قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي. الله، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. نعم. الله. الآن هذا السد، هذا السد الذي بناه مقعر الإنسان من الداخل. نعم. مقعر من الداخل تماما كما يفعل القندس. نعم، هذا من آيات الله الدالة على عظمته. وقد قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين. هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم يكفر؟ ألا تبتغى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الحقيقة أنه في الأرض لمن أراد اليقين، أنا أرى أن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. نعم. نعم، هنا بعض مشاهد من هذا السد. نعم، هذا بعض مشاهد هذا السد الذي صنعه القندس. لاحظ سيدي، حتى يعني جعل له أماكن لتفريغ المياه. نعم، لتفريغ طبعًا المياه وتخفيف ضغط المياه طبعا، حتى لا يعني تأخذ المياه. نعم. هذا السد في طريقها نتيجة. نعم. حالة الضغط والانجراف. والآية الدقيقة في هذا الموضوع، إن في خلق السماوات والأرض، هذا بيته من الداخل، من الداخل، هنا يدخل من الماء إلى بيته، يدخل من الماء، وفي عنده عدة غرف في بيته. طبعا متى بنى هذا البيت؟ بعد أن أقام هذا السد. تماما. والسد يحتاج إلى 4 أشهر، ويحتاج إلى عدد كبير من الأشجار يقطعها بأسنانه. نعم. هنا في غرفة الجلسة أو في غرفة النوم؟ نعم. نعم. غرفة المعيشة. الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يدعون الله إلى أن نعرفه، وهذا القندس. تماما. إلهي وخالقي
ومالك رزقي وخافقي.